اليوم جبت لها شافها هاني في مرسي بيها هاني مش مشكل هاني صراحة الإحساس ديالي ما نقدرش نوصفه واحد الفرحة يعني ما نقدرش نوصفه واخا نوصف ما نقدرش نوصفه لأن كانت واحد المنافسة قوية بزاف وكنشكر هذيك اللجنة فريمون هذا العام يعني وقفوا وما كاين لا غش لا حتى شي حاجة ماشي بحال السنوات الأخرين كيكونوا الوجيات كيكون بزاف ديال الحوايج تيكونوا في السنوات اللي كانوا فايتين شحال هادي هذا العام تبارك الله عليهم حيت ما بقاوش كيدخلوا فيها بزاف الرجال كيدخلوا غير النساء ديال الجمعية هما اللي وقفوا في داك الشيء باش داكشي يدوز مزيان والجنة اللي كانت هنا كانت من الشينوا هما اللي اختاروا وكانوا ناس اللي ماشي من المنطقة باش ما يكون لوجهيات حتى شي واحد ما يخسر ليه خاطره ما يقول لا راه دار داكشي بالوجهيات ولا راه اختاروها لان من المنطقة ديالهم ولا شي حاجة هذا خصو تسمع زياد مجينا حتى ما كينيتي تيرباتين انه ينجح نتمنى حتى دار تلقات كنتمنى لهم حد سعيد ان شاء الله وكنتمنى لهم في السنوات المقبله ان شاء الله لما لا ينجحوا ان شاء الله الله يوفق الجميع في الصراحه انا فرحانه بزاف وما نقدرش نقول باش كنحس ولكن الحمد لله حتى الوصفه الثانيه مزيانه كنشكر الناس اللي تقوا فيا وعطوني النقطه الثانيه ولو انني كنظن بانني كان بامكاني نكون الاولى ولكن كي انسيستو اكثر على اللبسه دونك ماشي مشكل كنتمنى التوفيق لكاع لي كونديدات اللي كانوا معايا والحمد لله كانت منافسه شريفه وكانوا البنات كاملين مزيانين وحتى واحد ما خسر كاملين ربحنا كنوجه رساله لكاع البنات باش يعاودوا يشاركوا في هذه المسابقه حيت بصح هي متميزه بزاف وكتحس بواحد الشعور اللي هو ما غاديش نقدر نوصفه لكم حيت كتحس بالثقه وبالمحبه من عند كاع الناس وكتحس براسك بان عندك واحد لا فالور وكتحس لأن المرأة الأمازيغية عندها واحد القيمة قدام المجتمع ممسي مازال هذه القيمة مازال خاصة تكون كبيرة أكثر حيث مازال المرأة هنا شوية ماشي ما عطينهاش كاع القيمة ديالها ومازال شوية القمع ومهم لكن فرحة بزاف اللي هي الوصفة الثالثة عن ملكة الورود أتمنى الفوز جميع المشاركات في الدورة أخرى.